كل شيء يروي هنا حكاية التلوث البيئي، إنها صور محملة بروايات الأوبئة التي تفتك بالبشر فضلاً عن النبات والحيوان. من بساتين النخيل يعرف أن هذه المشاهد قادمة من ديالا لتعطي صورة كافية عن ازدياد نسبة الأمراض، لا سيما السرطان بجميع أنواعه. تناسب واضح بين صورة النفايات وهذه اللوحة، وللمرضى المنتظرين بساحات المشافي حديث ذو شجون. رحت على غير دكتور بالسيدية ببغداد، هو اللي اكتشفني، سحب مي من بطني على مختبر الشرق الأوسط بالحارثية، قالوا أكو خلايا موجودة بداخل بطنك مجهولة العدد والنوع. رجعت على دكتوري، كان يقول لي هي هاي أورام، راح أحولش على دكتور أحمد الأسدي بالحارثية أبو الأورام. مستشفى بعقوبة التعليمي شاهد على مأساة تتفاقم وآلام تتعاظم، حتى لم يعد بوسع هذا المستشفى إسعاف الأعداد الكبيرة من المصابين بالسرطان. مركز ديالة للأورام السرطانية، دار الصحة ديالة، مركز حديث العهد، فما يقارب سنة ونصف تقريبا. الأعداد طبعا الحالات المسجلة في ازدياد يعني تام أو ازدياد كبير، خلينا نقول تقريبا احنا خلال سنة وأربعة أشهر بقت يعني الحالات المسجلة أكثر من 900 حالة. ارتفاع ملحوظ بزيادة معدلات السرطان في محافظة ديالى لتضاهي بهذا الرقم المرعب. محافظات أخرى على رأسها البصرة. لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى أكدت انتشار هذا المرض بكثرة، عازية السبب الرئيسي إلى العامل البيئي، أي بعبارة أدق الإهمال الحكومي المؤدي إلى هذا التلوث. حاب أبلغ أنه العدد الكلي تقريباً لمرضى السرطان في محافظة ديالى تجاوز 600 حالة. طبعاً هاي الحالات هي أغلبهم من العوائل المتعففة والعوائل الفقيرة، داعيك عن الأغنياء اللي يصابون بهذا المرض أصلاً ما يوصل إلى مستشفيات الحكومية، دائماً يكون علاجهم خارج البلد، لكن اليوم الفقير يحتاج إلى رعاية صحية. يعني عتبي وأسفي على وزارة الصحة، اليوم وزارة الصحة أساءت للجانب الصحي وللمواطن العراقي ولمحافظة ديالى. انتشار مسببات السرطان ليس المعضلة الوحيدة، من لهؤلاء المرضى؟ أين الرعاية والدواء في مستشفيات الحكومة في زحمة ملايين الدولارات التي تخصص لهذه المشافي؟